بسم الله الرحمن الرحيم. العمل الفني في إمارات الساحل بلا شك بدأ متأخر جدا. أنا أقصد العمل الفني هنا ما يتعلق بالأداء والتمثيل. بلا شك دول الخليج الأخرى سبقت إمارات الساحل في أواخر ستينيات القرن الماضي. إمارة رأس الخيمة جزء كبير من أهاليها اشتغلوا في دول الخليج في الكويت والبحرين تحديدا، ورأوا هناك ما يحققه المسرح من دخول في المجتمع مناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية وغيرها في مجتمع الخليجي الكويتي والبحرين. فبدأت يعني تتشكل مسارح الدولة. مسرح رأس الخيمة الوطني هو يكاد يكون الأول أو من أوائل تلك الفرق المسرحية في الإمارات، وأسماءهم موجودة: عبد بن حميد، عبد الله السال، سلطان، أحمد غنيوان، سعيد بوميان، جابر نغموش. فهؤلاء هم النواة، الحمد لله موجودين، الله يعطيهم الصحة والعافية. وتم تشكيل الجمعية العمومية للمسرح، تم انتخابات، وظل مسرح رأس الخيمة كان يسمى مسرح رأس الخيمة الأهلي. وبعدين لما توفي صقر الرشود رحمة الله عليه أظن عام 79 أو شيء من 81 تغير الاسم إلى مسرح صقر الرشود، ظل عدة سنوات ثم انتقل بعد ذلك إلى مسمى العالي مسرح رأس الخيمة الوطني. رأس الخيمة قدم أكثر من تقريبا من 50 عمل مسرحي لحد الآن، من مسرحيات للجماهير ومسرحيات للمهرجانات، مسرح الطفل ومسرح الشباب. قدم أنواع متنوعة لكل فئات الجمهور، وقدم أوبريت أو أكثر من أوبريت. فإنجازات المسرح كثيرة. في الثمانينات المسرح قدم مأساة أبي الفضل، وفي المسرح العربي في تونس، في الألفينات قدر مسرح رأس الخيمة أن يفوز بجوائز كثيرة في مسرح الطفل، وخذ على جائزة أفضل عمل متكامل لأكثر من مرة، قدر يحصل في 7 جوائز في عمل مسرحي واحد. واجهتهم صعوبات في إيجاد مقر للمسرح، هذه يمكن أول الصعوبات اللي واجهوها، لكن بعد فترة وبتكاتف الجميع حصلوا على مقر لهذا المسرح. لكن الصعوبات الثانية، يعني أنت الآن أسست مسرح، أنت محتاج مبنى، محتاج مسرح، محتاج ستيج. هذه الأمور ما كانت موجودة قبل في السبعينات، كان مسرح نادي عمان الثقافي، مسرح صغير وبإمكانيات بسيطة، لكن إصرار المؤسسين على أنهم يقدمون أعمال مسرحية بالفعل قدموا بعض الأعمال المسرحية بإمكانيات جدا بسيطة، سواء كانت الإمكانيات مسرحية فنية أو حتى مادية. دور الشباب كبير، وهو الأهم استكمال مسيرة الجيل اللي قبلهم والمساهمة في المشاركات المسرحية مثل كتابة النصوص، الديكور، الإضاءة، وأهم شيء إلهام الآخرين وتحفيزهم للقدوم للمسرح. هذا بس لقب، لكن انا صياد كبير واحسن عنك بعد. والدليل انك ما قدرت تصيد ولا جناح فراشه. عادي، شو المشكله؟ انا اصلا كنت بصيد فراشات وايد، بس كانوا اسرع مني طاروا. لكنا يعني مالي انا ومال اخوي الصغير صيود. Thank you.
عاصم خيمه اول انا ما انتسبت له كان في الاستاذ القدير براشد ابراهيم بخليف. ابراهيم بخليف في فتره من الفترات جمع شباب من ضمنهم انا واخوي الفنان سعيد بوتيكا وفنانين كثار، فعمل لنا ورشه، والورشه هذا انتجت ممثلين، والممثلين هذا شارك طبعا شاركنا في ايام الشارقه المسرحي ولله الحمد لقى صدى طيب وشكل ايجابي ولله الحمد، ومن بعد ذلك توالت طبعا العروض والمشاركات بخصوص مسرح راس الخيمه. من بعدها انتقلت الى مسارح دبي والحمد لله رب العالمين، بس الفضل الاول والاخير مثل ما قلت لكم يرجع الى مسرح راس الخيمه ومنتسبي مسرح راس الخيمه والفنانين الكبار اللي مروا على مسرح راس الخيمه. تعددت مشاركة المسرح منذ نشأته واحتوى عدد كبير من الموهوبين في ذيك الفترة. أول ما اشتغلت أنا أتكلم عن نفسي في مسرحية تنقذ المريخ اللي هي من تأليف طبعا أو إخراج إبراهيم بخليف. المسرحية هذه طبعا عرضت على خشبة مسرح رأس الخيمة الثانوية، مدرسة رأس الخيمة الثانوية ذيك الفترة في الثمانينات نقدر نعتبرها. طبعا كان في ندرة في مهندسين ديكور في ذيك الفترة. المسرحية هاي تم الاستعانة بالفنان التشكيلي الأستاذ عبيد سرور، وهو أحد أبناء رأس الخيمة الفنانين التشكيليين، وهو خريج كلية الفنون الجميلة جامعة القاهرة من مصر. طبعا أعطي هذه المسرحية على أساس يصمم ديكورها، وكنا نحن في ذيك الفترة نهوى الرسم، وكان عندنا شغف كبير في معرفة كيف يتم إعداد وصناعة ديكور المسرحي. حينما خفي عن موعد ضيفي الفقير انهم حمقى اذل